السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم متابعينا في برنامج أنا توجيهي. طلابنا الأعزاء، نرحب بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامجكم أنا توجيهي. أنا توجيهي مثل ما تعودنا في الحلقات السابقة، أنتم تسألوا والأستاذ يجيب. يسعدنا في هذه الحلقة الصعبة ونوعا ما هي السهلة، ولكنها تستخدم في جميع وفي حياتنا اليومية، وهي مادة الأحياء مع الأستاذ الفاضل الأستاذ إبراهيم دعيج. أهلا وسهلا بحضرتك عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية. حياك الله، طبعا نرحب فيك وبجميع أبنائنا الطلبة ومشاهدينا الكرام. حياك الله أستاذ. يعني إبراهيم، أنتم كما تعلمون يعني هذه مادة حياتية، وهي تستخدم في مناحي الحياة المختلفة، يعني للمعرفة وللعلم. فبدنا بشكل البسيط يعني نسهل على الطلاب ونقول لهم هذه مادة جميلة، وحاولوا أنكم تفهموا قدر المستطاع في برنامج أنا توجيهي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا يعني مادة العلوم الحياتية من المواد يعني نوعا ما التي تعتبر بسيطة في منهاج الثانوية العامة. هذه المادة طبعا تتكون من 4 وحدات، اللي في عندنا الكائنات الدقيقة الوحدة الأولى، في الوحدة الثانية طبعا عمليات حيوية في الخلية، وفي عندنا الوحدة الثالثة هي الوراثة طبعا، والوحدة الرابعة أجهزة جسم الإنسان. نعم. هذه مكونات كتاب العلوم الحياتية للثانوية العامة. طبعا يعني في عندنا في بداية اللقاء أنا بحب أنوه للأشكال يعني المطلوبة، إلا هي رسما أو تعيين أجزاء أو صياغة أسئلة، حتى ما نتعرض للموقف اللي تعرضنا له العام السابق. يعني صحيح كان في موقف أنه جابوا رسمة معينة وكان الطلاب مطلوب عليها صياغة أسئلة، وحنتطرق لها إن شاء الله في أثناء يعني من الرسمة الشرح. يستنتجوا أسئلة بالضبط. يعني فكان الطلاب قال لك إنه هذا الرسمة مش مطلوبة معانا، فيعني صحيح كان في شوية مشاكل، ولكن بنيجي بنرجع للرسمة وبنشوف كيف هم صاغوا عليها أسئلة. نعم، جميل. فلو أجينا على الوحدة الأولى الكائنات الدقيقة، طبعا الفصل الأول البكتيريا، في عنا صفحة 9 تركيب الخلية البكتيرية، هذا مطلوب تعيين أجزاء. يعني تجينا الرسمة ناقص يعني أجزاء. يعني الآن نحكي إن شاء الله عن الوحدة الأولى. بالضبط إن شاء الله. في عنا طبعا اللي هي العلاقة بين درجة الحرارة ومعدل النمو البكتيري، صفحة 14. صفحة 14 أيضا العلاقة بين رقم الهيدروجيني بي اتش ومعدل النمو لأحد أنواع البكتيريا. منحنى النمو البكتيري لمزرعة بكتيرية، صفحة 15، هذا رسم. نعم. الدورة الاندماجية والمحللة، صفحة 29، صياغة أسئلة. لو اتطرقنا بشكل سريع على الوحدة الأولى، حقيقة الطالب ما بيواجه فيها مشاكل كثير. بسيطة جدا، البكتيريا والفيروسات. يعني لو أجينا على البكتيريا، في لمحة تاريخية أنه العالم لوفن هوك يعتبر هو المكتشف الأساسي للمجهر يعني البسيط. هنا الأسئلة بتيجي صح وغلط، اختار اختار يعني اشرح وضح، يعني حقيقة أنها كلها مباشرة جدا. فالطالب ما بيواجه أي مشكلة عادة في الوحدة الأولى، وإن كان عليه حوالي 15% من العلامة النهائية للامتحان، ولكن الطلاب يعني ما بيواجهوا فيها مشاكل بالمرة. جميل. المشاكل حقيقة بتواجهنا وين؟ بتواجهنا في الوحدة الثانية والثالثة، هذه المشاكل اللي بتصعب منها الطلاب، وهذه اللي إن شاء رب العالمين حنتطرق لها بالتفصيل في هذا اللقاء. في هذا اللقاء يعني أنا بود أنه نبدأ في يعني أخذنا فكرة إحنا بسيطة أنه الوحدة الأولى تتكون من فصلين، فصل البكتيريا وفصل الفيروسات. وهذه زي ما قلنا يعني أنا ما بعتقد أنه الطلاب بيواجهوا فيها مشاكل. بفضل أنه إحنا ننتقل مباشرة للوحدة الثانية لأنها حتاخذ معنا وقت كثير. إن شاء الله. فصلين، الفصل الأول تدفق الطاقة عمليتين، هما البناء الضوئي والتنفس الخلوي، والفصل الثاني طبعا اللي هو من الجين الى البروتين. فنبدا الان ان شاء رب العالمين على بركه الله في الوحده الثانيه. طلابنا الاعزاء ومتابعينا عبر قناه واذاعه امواج الرياضيه، في هذا الرابط المشترك بعد هذا الفصل القصير نستكمل واياكم ونبدا على بركه الله الوحده الثانيه في ماده العلوم الحياتيه اللي هي الاحياء. ابقوا معنا.
دعاية جامعة فلسطين. أهلا وسهلا بكم من جديد طلابنا الأعزاء ومتابعينا عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية، كل التحية لكم. وأكيد الأيام بتعد، يعني 30/5 قرب والرمضان على الأبواب والجو حار، الله يعينكم في هذه الأجواء. وطبعا قطع الكهرباء بشكل عام، ولكن كل احترام وكل حب لكم متابعينا عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية في برنامج أنا توجيهي ومادة الأحياء مع الأستاذ الفاضل إبراهيم دعيج. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذي. حياك الله يا سيدي. على بركة الله إن شاء الله نبدأ الوحدة الثانية. نبدأ بإذن الله. اتفضل. طبعا الوحدة الثانية زي ما تحدثنا في عندي فصلين، الفصل الأول تدفق الطاقة، الفصل الثاني طبعا من الجين إلى البروتين. لو جينا بدنا نعرف أول شيء إيش مفهوم تدفق الطاقة. المقصود بتدفق الطاقة هي عملية انتقال الطاقة عبر النظام الحيوي. يعني الآن بتسقط أشعة الشمس عندي على النبات، النبات بيستغل الطاقة الموجودة في أشعة الشمس في عملية تسمى عملية البناء الضوئي، ومن خلالها بيتم تحويل الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية مخزنة في روابط المركبات العضوية اللي طبعا بيتم تصنيعها من عملية البناء الضوئي. الأنتيجة أكلات الأعشاب بتتغذى على مين؟ على النبات. الطاقة بتنتقل من النبات إلى أكلات الأعشاب في عملية تسمى عملية التنفس الخلوي. طيب أكلات اللحوم بتتغذى على أكلات الأعشاب، ايضا الطاقه بتنتقل من اكلات الاعشاب الى اكلات اللحوم في عمليه تنفس خلوي. طبعا الكائنات او اكلات اللحوم بتموت، مين بتغذى على اللي هي اللحومها؟ طبعا كائنات محلله ايضا بتاخذ الطاقه في عمليه التنفس الخلوي. طبعا الهدف من هذا الكلام انه احنا حندرس عمليتين، هما عمليه البناء الضوئي والتنفس الخلوي. طبعا في عندي في البناء الضوئي مصدر الزيادة في كتلة النبات هي ثاني أكسيد الكربون. النبات بيمتص من الهواء الجوي غاز ثاني أكسيد الكربون في وجود اللي هو الماء. طبعا هان لازم يكون موجود عندي ضوء وصبغة الكلوروفيل. طبعا بيتم تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى سكر جلوكوز وستة H2O وستة أكسجين، ستة طبعا أكسجين يتصاعد. هذا إيش؟ هذه هي المعادلة العامة في البناء الضوئي. معادلة البناء الضوئي هذا بتحدث على مرحلتين أساسيتين، هما تفاعلات ضوئية وتفاعلات لا ضوئية، حنتطرق لهم إن شاء رب العالمين بالتفصيل. الآن لو جينا عملية البناء الضوئي تحدث في البلاستيدات الخضراء الموجودة طبعا وين؟ في خلايا النبات. أنا عندي في داخل خلايا النبات في اللي هو بلاستيدات خضراء. فمصدر حدوث عملية البناء الضوئي هو البلاستيدات الخضراء. فلو جينا على شكل البلاستيد الخضراء، البلاستيد الخضراء محاطة بغشائين، غشاء خارج وغشاء داخل، يعني هذا الغشاء مزدوج، في موجود فيها مناطق داكنة تسمى جرانا، ومناطق فاتحة تسمى استروما. لو اجينا على كل حبة من المناطق الداكنة تسمى جرانم، يعني هذا كلها جرانم، الجمع تبعها جرانا. الجرانم الواحد بتكون من صفائح غشائية تسمى ثايلاكويدات مرتب فوق بعضها البعض، في الأغشية تبعتها توجد صبغة الكلوروفيل الخضراء. طبعا المناطق الفاتحة تسمى استروما. إذا هذا بالنسبة له هو تركيب البلاستيدة الخضراء. إذا المناطق داكنة تسمى جرانا، مفردها جرانم، الجرانم بتكون من ثايلاكويدات، مناطق فاتحة تسمى استروما بتحتوي على ماء وإنزيمات ضرورية لعملية البناء الضوئي. نيجي الآن احنا على اللي هو ايش؟ على التفاعلات الضوئية، نبدأ في التفاعلات الضوئية. طبعا لو اجينا على الثايلاكويد الواحد، الثايلاكويد الواحد في له غشاء مزدوج، صبغات كلوروفيل A و B والكاروتين الموجودة في البلاستيد الخضراء موجودة في أغشية الثايلاكويد، لكن طبعا هذه الصبغات لا تترتب بشكل عشوائي، إنما توجد داخل تراكيب خاصة، كل تركيب يسمى النظام الضوئي. إذا عندي نظام ضوئي تترتب صبغات كلوروفيل A و B والكاروتين في غشاء الثايلاكويد في تركيب يسمى النظام الضوئي. في عندي نظامين ضوئيين، في نظام ضوئي بسميه نظام ضوئي ثاني B680
وفي نظام ضوئي أول برمز له بالرمز ب700. لو إجينا كبرنا، وهذا هو أساس أنه ننتقل على الرسم اللي بعدها إن شاء رب العالمين. عندي النظام الضوئي بتكون من مكونين رئيسيين. في عندي لاقطات ضوء على الجانبين، طبعا هذا الغشاء تبع الثايلاكويد، في عندي هنا لاقطات ضوء حوالي 300 جزء من كلوروفيل A و B والكاروتين، وفي عندي طبعا وظيفتها امتصاص الضوء وتمريره لمركز التفاعل، وفي عندي مركز تفاعل. مركز التفاعل بيحتوي على جزئين من كلوروفيل A ومستقبل إلكتروني أولي، جزئين كلوروفيل A قادرين على إطلاق له إلكترونات منشطة. لحظة بس الثواني نشوف الآن كيف النظام الضوئي بدأ عمله، وبعدين إن شاء رب العالمين ننتقل على الأسئلة وإجابات الأسئلة. تسقط أشعة الضوء على جزيء الكلوروفيل الأول. طبعا جزيء الكلوروفيل الأول بيكون الإلكترونات الموجودة فيه، الكلوروفيل غير مثار، بتكون جزيئات أو الإلكترونات الموجودة فيه في مستوى طاقة منخفض. طب لما تكون في مستوى طاقة منخفض، عشان نوضحها بشكل أكثر، إنه تسقط أشعة الضوء على اللي هو إيه؟ جزء الكلوروفيل الأول. نعم. بيكتسب طاقة، بينتقل الإلكترونات إلى مستوى طاقة أعلى في جزء الصبغة الواحدة. طب فبصير هذا الكلوروفيل كلوروفيل مثار، طاقته عالية مش طبيعية. بترجع الإلكترونات بتنزل لمستوى طاقة منخفض، الطاقة بتنتقل من جزء الكلوروفيل الأول لجزء الكلوروفيل الثاني. طبعا بتظل هالإلكترونات من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أدنى لحد ما تصل إلى جزئين كلوروفيل A. ميزة جزيء كلوروفيل A أنه قادر على إطلاق إلكترونات منشطة. هاي إلكترون وهاي إلكترون. الآن لما تجيهن طاقة، هذا بتجي طاقة منها وهذا بتجي طاقة من هذه الجهة، تنتقل الإلكترونات إلى مستوى طاقة أعلى، فبتصل الإلكترونات لأعلى مستوى طاقة إلها. في هذه الحالة بيصير جزئين كلوروفيل A قادرات على إطلاق الإلكترونات المنشطة، فتنطلق الإلكترونات المنشطة وبتروح للمستقبل الإلكتروني الأولي. الآن المستقبل الإلكتروني الأولي بيستقبل اللي هو الإلكترونات، بيصير عندي في هذه الحالة انفصال للشحنات، إنه هذا فقد إلكترونات بيصير موجب، هذا المستقبل الإلكتروني الأول اكتسب إلكترونات بيصير سالب، بتولد عندي فرق جهد، فرق الجهد بيمكن مركز التفاعل من إطلاق الإلكترونات نحو حاجة بسميها سلسلة نقل الإلكترون. طبعا هذا الطالب يعني أكيد يعني أنه ألم فيها أثناء اللي هو إيش دراسته. الآن الإلكترونات اللي بتنطلق من مركز التفاعل بتصير في مسارين، مسار إلكتروني لا حلقي ومسار إلكتروني حلقي. خلينا نشوف مع بعض إذا بالإمكان نشوف المسار الإلكتروني اللي هو اللا حلقي. نعم. نشوف الآن طبعا موجود في الكتاب بالضبط، الله ينور عليك، المسار الإلكتروني اللا حلقي. طبعا احنا اتفقنا انه نبدأ من النظام الضوئي الثاني وبنروح على النظام الضوئي الأول. فبتسقط أشعة الضوء، نتابع من أول عند النظام الضوئي الثاني، تسقط أشعة الضوء على النظام الضوئي الثاني. نعم. البي 680. نعم. طبعا بتنتقل الطاقة من جزيء كلوروفيل إلى آخر، زي ما قلنا إلكترونات بتطلع وإلكترونات بتنزل. نعم. بتظلها تمشي لحد ما تصل إلى جزيء كلوروفيل A الموجودات في مركز تفاعل النظام الضوئي الثاني. الآن جزئين كلوروفيل A بيكتسبن إلكترونات، بيكتسبن طاقة طبعا. لما يكتسبن طاقة الإلكترونات تبعاتهم بتصل لأعلى مستوى طاقة إلها، فبيصبح مانح قوي للإلكترونات، بيطلق الإلكترونات المنشطة نحو المستقبل الإلكتروني الأولي. زي ما اتفقنا بيصير انفصال في الشحنات. لما يصير انفصال في الشحنات طبعا في هذه الحالة بيتم إطلاق الإلكترونات نحو حاجة بسميها سلسلة نقل إلكترون أولى. ناقل إلكتروني بياخذ هالاثنين إلكترون عاليات الطاقة وبيجيبها لمركبات تسمى السيتوكرومات.
السيتوكرومات إيش مميزاتها؟ مميزاتها إنها بتستخلص طاقة الإلكترون، يعني بتنزل الإلكترونات من مستوى طاقة عالي لمستوى طاقة منخفض. نعم. لمستوى طاقة منخفض. طبعاً الفرق في الطاقة لما الإلكترونات من مستوى طاقة عالي تنزل لمستوى طاقة منخفض، طبعاً اللي هي بتفقد الطاقة تبعتها، فبتم استغلال الطاقة في إنتاج مركب الـ ATP. طيب الآن لما تصل الإلكترونات لأدنى مستوى طاقة إلها، بتطلقها أو بترسلها السيتوكرومات لبروتين. هذا البروتين بيجيب الاثنين إلكترون منخفضات الطاقة إلى مركز تفاعل النظام الضوئي الأول. ما هي أشعة الشمس اللي ساقطة على الثاني ساقطة على الأول، فبيرجع ينشحنن كمان مرة الاثنين إلكترون من جزيء إلى آخر زي ما احنا شايفين، بيرجع ينشحنن، بيطلقهن جزيئين كلوروفيل A باتجاه مستقبل إلكتروني أولي. طبعا نفس الاشي بيصير انفصال في الشحنات. لما يصير انفصال في الشحنات بنطلق الاثنين إلكترون نحو سلسلة نقل إلكترون ثانية. طبعا ناقل إلكتروني بياخذ هالاثنين إلكترون عاليات الطاقة وبيجيبها لإنزيم مختزل لمركب بسميه ناد بي موجب، ناد بي بلس. الناد بي بلس اللي هو الإنزيم المختزل بياخذ الاثنين إلكترون عاليات الطاقة وبيجيبها لمركب اسمه ناد بي بلس. طبعا بصير ناد بي نيجاتيف بيتحد مع بروتون هيدروجين طبعا وبينتج عندي ناد بي اتش. نرجع للنظام الضوئي الثاني. الان احنا فقدنا اثنين الكترون، من وين بدي اجيب بدالهم؟ على اساس انه المسار يبقى مستمر، فبحلل جزيء الماء H2O. لما حلل جزيء الماء H2O بحلل نص اكسجين يتصاعد، وبحلل لا اثنين اتش موجب واثنين الكترون. الاثنين الكترون اللي من الماء بيجن على مركز تفاعل النظام الضوئي الثاني بنشحنه وبيرجعوا والعمليه تتكرر. جميل. طب الان في عندنا استاذ ماهر عن سؤال ممكن نرد له على اساس نتعرض للسؤال اللي جاء في 2014. ف ايش نواتج مسار الالكترونات اللاحلقي؟ لاحظ معنا اول شيء اكسجين يتصاعد، بعدين في عندي ATP، بعدين في عندي مركب الناد بي اتش. فاذا عندي النواتج نص O2 او اكسجين، لانه بيكون على صيغه اللي هو مفرد على صيغه جزيئيه، اكسجين ATP وناد بي اتش. طيب الان ATP والناد بي اتش انا بحتاجهم لحلقه كالفن اللي حنتطرق لها بعد قليل. طيب كميه ATP اللي انا بحتاجها أكبر طبعاً من كمية ناد بي اتش. يعني في حلقة كالفن أنا بحتاج 9 ATP مقابل 6 ناد بي اتش. طب كيف بدي أعوض وبدي أزيد كمية ATP؟ ربنا سبحانه وتعالى خلى الإلكترونات لما تنقص كمية ATP بدال ما تروح على سلسلة نقل الإلكترون الثانية، ترجع الإلكترونات عالية الطاقة إلى سلسلة نقل الإلكترون الأولى. السيتوكرومات بتستخلص الطاقة منهن وبتبني ATP طبعا، وبيرجعوا لمركز تفاعل النظام الضوئي الأول وبيلفوا. هذا المسار بسميه مسار إلكتروني حلقي طبعا، وبينتج منه فقط ATP. إذا عندي مسار إلكتروني لا حلقي ومسار إلكتروني حلقي. لو اجينا للمسار الإلكتروني الحلقي ايش نواتجه؟ فقط ATP. إذا يجب على الطالب انه يعرف انه عند المسار الالكتروني اللاحلقي، نعم، المسار الالكتروني اللاحلقي اللي هو بينتج منه اكسجين ATP وناد بي اتش، المسار الالكتروني الحلقي ينتج منه فقط ATP. نيجي على سؤال 2014، خلينا نتطرق له لانه يعني صار عليه اللي هو قصه كثيره. فكان سؤال رقم 3، السؤال الثالث باء، جابوا لهم المسار الالكتروني اللاحلقي وكان عليه اللي هي اسئله. ايش اللي عمل له ارتباك عند الطلاب؟ انه هذا الشكل كان مطلوب عليه صياغه اسئله وليس تعيين اجزاء، وليس تعيين اجزاء. فجابوا سؤال كاينين حاطين ارقام 1 و2 و3 و4. فرقم 1 كان بيدل على اللي هو النظام الضوئي الثاني،
رقم اثنين كان بيدل على النظام الضوئي الأول. رقم ثلاثة كان بيدل على السيتوكرومات. ورقم أربعة كان بيدل على إنزيم مختزل ناد بي بلس. يا ريت نرجع بس على الشكل. نرجع على الشكل. مع الصورة إن شاء الله نرجع مرة ثانية. نرجع على الصورة اللي السابقة بس على أساس إن نشوف. اللي هو السؤال الثاني. فكان السؤال بيقولنا عند تحلل أربع جزيئات ماء كم ينتج من المواد التي تمثلها الأرقام 5 و6؟ كمان مرة أستاذ السؤال. السؤال كمان مرة. حاضر. عند تحلل أربع جزيئات ماء كم ينتج من المواد التي تمثلها الأرقام 5 و6؟ فكان حاطين رقم 5 على الأكسجين. طب أنا عندي من كل جزيء ماء بينتج نص O2. طب من أربع جزيئات ماء بدي اضرب نص في أربعة. قديش بيطلع معنا؟ اللي هو اثنين. نص ونص. نص ونص ونص ونص. أربع انصاص. فبيطلع معنا اثنين. فإذا كان الإجابة نص ضرب أربعة اللي هو إيش؟ اثنين O2. البند ستة كان الرقم ستة على ناد بي اتش. طب ناد بي اتش من كل جزيء ماء بيتحلل بينتج اللي هو واحد ناد بي اتش. طب من أربعة معناته بينتج عندي أربعة ناد بي اتش. هذا إذا كان السؤال. في عندي بس مسار. ما أهمية المسار؟ جيم دال ها جيم. كان عندنا حاطين جيم على السيتوكرومات طبعا، وحاطين لنا اللي هو دال على جزئين كلوروفيل A، وحاطين ها على المستقبل الأولي، وراجعين على جيم. فجيم دال ها جيم هذا مسار إلكتروني حلقي، والمسار الإلكتروني الحلقي نواتجه فقط ATP. إذا هذا اللي هو كان السؤال، وكان المشكلة على اللي هو المسار الإلكتروني الحلقي والمسار الإلكتروني الحلقي. يا ريت ننتقل الآن للتفاعلات اللاضوئية اللي هي حلقة كالفن. إذا بعد إذنك تعرض لنا الشكل الصورة الثانية لحلقة كالفن. الآن أنا نتجت عندي اللي هو ATP وناد بي اتش بتخرج من الجرانا وبتروح على وين؟ على الاستروما. الآن بتبدأ عملية اسمها عملية التفاعلات اللاضوئية، أو بنسميها حلقة كالفن نسبة للعالم اللي اكتشفها. فنشوف الآن الحلقة، نكبرها شوي ممكن نشوفها بشكل أوضح. يعني هي موجودة عند الطالب بشكل كبير كامل. بشكل كاملة. نعم. نشوفها الآن. طبعا عندي نواتج التفاعلات الضوئية اللي هي ATP وناد بي اتش. طبعا ATP وناد بي اتش بيخرج من الجرانا بيروحون على الاستروما. النبات بيمتص من الهواء الجوي في النهار غاز CO2. طبعا الان تجمع عندي CO2 ATP وناد بي اتش، بتبدا سلسله حلقيه من التفاعلات بسميها حلقه كالفن. نشوف ايش مراحلها. في عندي أول مرحلة بسميها تثبيت الكربون. ليش بسميها تثبيت الكربون؟ لأنه غاز CO2 من غاز ثبتته في مركب كيميائي. فكيف بتصير العملية؟ عندي في بداية الحلقة بنبدأ من ثلاث جزيئات ريبولوز ثنائي الفوسفات. ثلاثة ريبولوز ثنائي الفوسفات بتتحد مع ثلاثة CO2 بواسطة إنزيم يسمى إنزيم روبسكو، بينتج عندي ست جزيئات من مركب وسطي سداسي الكربون غير ثابت. طب ليش سميناه غير ثابت؟ لأنه بينفصل من النص وبيعطيني ست جزيئات من مركب ثلاثي الكربون يسمى حمض جليسرين أحادي الفوسفات. لعندها طبعا هذه المرحلة الأولى اللي بسميها مرحلة تثبيت الكربون. نيجي على المرحلة الثانية، مرحلة الاختزال. عندي ست جزيئات من حمض جليسرين ثنائي الفوسفات، باخذ مجموعة فوسفات من ATP بالطاقة تبعتها. طبعا ATP في هذه الحالة لما يفقد فوسفات بيصير ADP، والمركب حمض جليسرين أحادي الفوسفات بيصير اسمه حمض جليسرين ثنائي الفوسفات. إذا نتج عندي ست جزيئات من حمض جليسرين ثنائي الفوسفات. طيب الفوسفات اللي دخل بسميه أورجانيك فوسفات، يعني فوسفات عضوي. فباخذ منه الطاقة، وعلى شكل عنصر فوسفات وحيد بغادر.
فبيغادر على شكل 6 بي اي الا هو 6 جزيئات ان اورجانيك فوسفات. طيب نرجع لاحاد الفوسفات، باجي على الناد بي اتش باللون الاصفر، 6 جزيئات ناد بي اتش، باخذ من الناد بي اتش الاتش نيجاتيف اللي هي الاثنين الكترون مع البروتون اتش، وبركبهن بدال مجموعه الفوسفات. في هذا الحاله بتحول المركب، ها لما اخذ اتش سالب، ها نعم، من الناد بي اتش رجع لناد بي بلس، فالناد بي اتش رجع لناد بي بلس، لكن حمض جليسرين ثنائي الفوسفات تحول لمركب اسمه جليسر الدهايد احاد الفوسفات اللي برمز له بالرمز جي 3 بي. نعم. اذا نتج عندي 6 جزيئات من جي 3 بي. هذه المرحله الثانيه اللي هي مرحله الاختزال، وليش سميناها الاختزال؟ لانه ناد بي اتش يختزل، اعطى الكترونات اختزل. يعني ممكن يكون تعليلات هنا بالضبط، انا حاسالها الان اسئله على، في عندي سؤالين صغار. نعم. حسن بعد ما نخلص كالفن. طيب بينتج عندي الان هذه المرحله، قلنا مرحله الاختزال، نيجي لمرحله اعاده تصنيع مستقبل سي او 2. من السته جي 3 بي، واحد جي 3 بي بيغادر حلقه كالفن كناتج نهائي بستخدمه في بناء الجلوكوز والمركبات الكربوهيدراتية الأخرى. نعم. بظل عندي 5 جي 3 بي، 5 جي 3 بي تستخدم في إعادة تصنيع 3 جزيئات من ريبولوز ثنائي الفوسفات. طبعا هذه العملية تستهلك 3 جزيئات اي تي بي. في عندي هان بس 3 أسئلة بسيطة ممكن نتعرض لها. أول إشي، ما أهمية إنزيم روبسكو؟ إنزيم روبسكو يقوم بربط سي أو 2 مع ريبولوز ثنائي الفوسفات. نعم. لإنتاج مركب وسطي سداسي الكربون غير ثابت. طبعا اللي يعتبر ناد بي اتش عامل مختزل قوي في حلقة كالفن. ليش ناد بي اتش عامل مختزل قوي في حلقة كالفن؟ لأنه يضيف إلكترونات ذات طاقة عالية وأيونات هيدروجين. نعم. لصنع إيش؟ جزيئات السكر. فهو ما بيضيف أي إلكترونات، طبعا بيعطي إلكترونات مشحونة عالية الطاقة. نعم. فإذا الجواب لأنه يضيف إلكترونات عالية الطاقة وأيونات هيدروجين لصنع سكر الجلوكوز. طب ما أهمية ATP؟ نعم. أهمية ATP طبعا مصدر للطاقة في حلقة كالفن. هذه المرحلة الثالثة. الآن طبعا ننتقل على نموذج أو الأسئلة وكيفية حل الأسئلة على اللي هو حلقة كالفن. هذا الطلاب اللي شوية يعني دائما بتسألوا فيها، فنشوف الآن مع بعض كيف بنحل أسئلة كالفن. بس قبل طبعا ما نبدأ في حل أسئلة كالفن، بدي أعرف أنه نختصرها في معادلة واحدة، أنه في حلقة كالفن الواحدة، ها هذه حلقة كالفن، ونشوف الحسابات، بينتج عندي واحد جي 3 بي اللي هو عبارة عن نص جزيء جلوكوز. إذا الواحد جي 3 بي فيه 3 كربون والجلوكوز فيه 6 كربون، معناته هو عبارة عن نص جلوكوز. نعم. بيستهلك حلقة كالفن 3 سي او 2، 9 اي تي بي، و6 ناد بي اتش طبعا، وبتم إعادة تصنيع 3 جزيئات من ريبولوز ثنائي الفوسفات. إذا حلقة كالفن 1 جي 3 بي هو عبارة عن نص جلوكوز، 3 سي او 2، 9 اي تي بي، 6 ناد بي اتش، و3 ريبولوز ثنائي الفوسفات. نشوف طبعا أسئلة كيف ممكن نتعرض للأسئلة، وهذا مهم جدا حقيقة. إنه نيجي للسؤال، أول إشي في حلقة كالفن تم استهلاك 72 جزيء اي تي بي، احسب 1 عدد جي 3 بي كناتج نهائي، 2 عدد الجلوكوز، 3 عدد سي او 2 وناد بي اتش المستهلك. نعم. اذا هذا بالنسبه للاسئله. فلو قلنا عدد جي 3 بي كناتج نهائي، هذا طبعا اللي هي اسئله من المعادله، بستطيع ان احل اي سؤال طبعا بنتعرض له. نعم. فخلينا نشوف مع بعض.
باجي بقول بدي احسب عدد جي 3 بي، بقول كل واحد جي 3 بي ايش انا عندي اللي هو الاي تي بي، بطلع قديش اي تي بي انا عندي بستهلك في الحلقه 9، فبقول استهلك 9 اي تي بي. طب قديش مجهول عندي عدد جي 3 بي لما استهلك 72 اي تي بي؟ معادله بسيطه. نعم طبعا. ففي هذه الحاله بقول س تساوي اللي هي عدد جي 3 بي يساوي 72 على 9 ويساوي 8. تمام. إذن عدد جي 3 بي اللي هو 72 على 9 ويساوي 8. نيجي على عدد الجلوكوز. طب بقول أنا كل واحد جي 3 بي هو عبارة عن نص جلوكوز. إذن كل واحد جي 3 بي هو عبارة عن نص جلوكوز. طيب عندي 8 جي 3 بي قديش سين المجهول عدد الجلوكوز؟ بقول سين يساوي 8 ضرب نص ويساوي 4. إذن عدد الجلوكوز دائما عدد الجلوكوز يساوي نصف عدد اللي هو إيش؟ الجي 3 بي. طب نيجي على عدد سي أو 2 المستهلك. سي أو 2 المستهلك بقول كل واحد جي 3 بي بيستهلك 3 سي أو 2. طيب عندي أنا 8 جي 3 بي سين، ها إذا السي أو 2 يساوي اللي هو قديش؟ 8 ضرب 3 ويساوي 24. إذن السي أو 2 اللي هو إيش؟ 24. نيجي على عدد ناد بي اتش المستهلك، بقول كل واحد جي 3 بي بده 6 ناد بي اتش. طيب عندي أنا 8 جي 3 بي بدها سين، إذن سين يساوي اللي هو ناد بي اتش 8 ضرب 6 ويساوي 48. إذن هذا إيش اللي هو حل السؤال بالطريقة اللي هو حسابات كلفن. ممكن نتطرق لأنواع أخرى من الأسئلة. على تعويض مباشر. تعويض مباشر أكيد. يعني هي بس المعادلة، إذا الطالب أدرك المعادلة يعني إن شاء رب العالمين كل أمور بتكون سهلة. لا لازم نحفظ المعادلة. أكيد أكيد المعادلة، يعني مش كل المدرسين بيكتبوها، في بعضهم بيكتبوها بطريقة ثانية، ولكن إذا المعادلة هذه حفظها حفظ أو على شكل المخطط اللي احنا رسمناها طبعا بإذن الله بحل أي سؤال. طيب أستاذ إبراهيم، يعني كيف يمكن استذكار من خلال المخطط؟ من خلال المخطط إنه معروف إنه هو الطالب يعني درس حلقة كالفن. نعم. أكيد. نعم أكيد يعني درسها ورجعها مرات عديدة، فهو عارف إنه من الحلقة الواحدة بينتج كناتج نهائي واحد جي 3 بي. نعم. اللي هو عبارة عن نص جلوكوز بيستهلك 3 سي او 2. ها انا استهلكت 3 سي او 2 واستهلكت 9 اي تي بي في مرحلتين، في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية. نعم. المرحلة الأولى استهلكت 6، في المرحلة الثانية استهلكت 3، طيب المرحلة الثانية والثالثة، المرحلة الثانية استهلكت اللي هو 6، المرحلة الثالثة استهلكت 3، فبصير المجموع 9. طبعا وفي عندي اللي هو 6 ناد بي اتش. نعم. رجعت صنعت 3 جزيئات ريبولوز ثنائي الفوسفات. جميل. طبعا ان شاء الله بالعلم هذا حنرجع لها لما ناخذ كمان التنفس الخلوي، حنجيب سؤال اللي هو ايش كومبلكس، يعني خليط ما بين اللي هو البناء الضوئي والتنفس الخلوي ان شاء الله. فالان انتهينا من اللي هي عمليه البناء الضوئي والحسابات، وزي ما قلنا المعادله يمكن ان من خلالها يحل الطالب اي سؤال. نيجي على اللي هو التنفس الخلوي. نعم. ننتقل الآن مع بعض على مرحلة التنفس التنفس الخلوي. طبعا عملية تحدث بهدف استخلاص الطاقة من المركبات العضوية. يعني احنا لما ناكل الآن ونتغذى ليش بنتغذى؟ نعم. مش عشان نحصل على طاقة من الغذاء. نعم. فالطاقة اللي احنا خزناها في عملية البناء الضوئي الآن أنا بدي إيش أعمل فيها؟ بدي أستخلصها. هذه العملية تسمى عملية التنفس الخلوي، عملية تفكيك الروابط في المركبات العضوية واستخلاص الطاقة المخزنة بها، هذا بسميها عملية التنفس الخلوي. إذن تعريف التنفس الخلوي موجود معنا اللي هو عملية تفكيك المركبات العضوية وانطلاق الطاقة المخزنة اللي هو فيها. في عنا صفحة 47، لازم نعرف تركيب الميتوكوندريا. معظم مراحل التنفس الخلوي تحدث في الخلية في عضيات تسمى الميتوكوندريا. فبدنا نشوف مع بعض
تركيب الميتوكوندريا. الميتوكوندريا عبارة عن عضيات بتاخذ أشكال متعددة محاطة بغشائين، غشاء خارجي مستوي وفي غشاء داخلي على شكل انثناءات إصبعية يسمى الأعراف. تمام؟ إذن هان في عندي غشاء خارجي وفي عندي هان غشاء داخلي اللي هو بسميه الأعراف. الفراغ اللي بينهن بسميه الحيز بين الغشائي، وفي تركيب داخلي بسميه الحشوة. إذن هذه الثلاث تركيب الرئيسية. طبعا الحشوة بتحتوي على ماء وإنزيمات ضرورية لعملية البناء، وفي دي ان اي وفي رايبوسومات ما بتهمنا كثيرها. الحيز بين الغشاء هو الفراغ الموجود بين الغشائين. نعم. نيجي الآن مع بعض. إذن باختصار زي ما وضحنا الغشاء الخارجي اللي هو مستوي، في عندي الغشاء الداخلي زي ما احنا شايفين على شكل انثناءات إصبعية تسمى الأعراف. الفراغ اللي بينهن طبعا حيز بين غشائي والداخل اللي هو ايش الحشوة. هذا لازم الطالب يكون عارفها على اساس ايش يقدر يحل ويعرف مراحل التنفس الخلوي. نعم. طيب الآن نشوف مع بعض المراحل، طبعا ناخذها اللي هي المخطط تبع المراحل المختلفة، مراحل التنفس الخلوي، على أساس نشوف كيف ممكن اللي هو نحل شوية أسئلة على التنفس الخلوي. طبعا الطالب بيعرف أنه عملية التنفس الخلوي تحدث على أربع مراحل. على أربع مراحل. أول حاجة مرحلة التحلل اللايكولي، في عندي جزيء جلوكوز بتحول لاثنين بيروفيت، هذا أول مرحلة التحلل الجلايكولي. مرحلة التحلل الجلايكولي هذه المرحلة بينتج منها بشكل مباشر 2 ATP وبينتج عندي 2 من مركب اسمه اللي هو ناداتش. إذن المرحلة الأولى التحلل الجلايكولي، الجلوكوز تحول ل 2 بيروفيت، نتج عندي مباشرة 2 ATP ونتج عندي 2 NADH. طيب ال 2 بيروفيت في المرحلة الثانية تحول البيروفيت إلى أسيتايل مرافق الانزيم A او الف. طيب 2 بيروفيت بتحول ل 2 اسيتيل مرافق الانزيم A. هذه العمليه بنتج منها 2 سي او 2 لانه انا عندي 2 بيروفيت. نعم. وبينتج عندي 2 ناداتش. احنا بنحكي لجزيء جلوكوز. حقيقة يعني هذا المخطط مهم جدا وفي حل الأسئلة والتمرين حنشوف قديش احنا حنستخدمه. طيب نيجي على المرحلة الثالثة. الآن 2 أستايل مرافق الإنزيم ألف تدخل حلقة كريبس مرتين. إذن هذه المرحلة الثالثة حلقة كريبس نسبة طبعا للعالم اللي هو ايش اللي اكتشفها. هذه كريبس بينتج عندي منها لجزيء الجلوكوز أول شيء 4 CO2 بينتج عندي 6 ناد اتش وبينتج عندي 2 فاد اتش 2 وبينتج عندي اللي هو 2 ATP مباشرة. نعم. نيجي على المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة اللي هي سلسلة نقل الإلكترون. سلسلة نقل الإلكترون. طبعا أنا عندي معروف أنه الطالب يعرف أنه كل واحد ناد أتش لما يروح على سلسلة نقل الإلكترون بيعطيني 3 ATP وكل واحد فاد أتش 2
بيعطيني 2 اي تي بي. هذا احنا عارفين انه كل واحد ناد اتش بيعطيني 3 اي تي بي، وكل واحد فاد اتش 2 بيعطيني 2 اي تي بي، يعني الطاقه اللي فيه تكون 2 اي تي بي. فنشوف الان قديش عندي ناد اتش، نعد احنا والطلاب. عندي 2 و2 هاي 4 وعندي 6، فبصير المجموع قديش ناد اتش عندي؟ 10 ناد اتش. طب ال10 ناد اتش لما تيجي على سلسلة نقل الإلكترون بتعطيني 30 اي تي بي، 3 في 10. طيب وعندي أنا 2 فاد اتش 2 حيعطيني 4 اي تي بي، 2 في 2 4. طب المجموع قديش صار؟ 30 و 4 34، وفي عندي 2 هي 36 و 2 38، وهيك طبقنا المعادلة العامة لا إلا هو الطاقة في جزيئة الجلوكوز. إيه نلخص بس قصة اي تي بي المباشر وغير المباشر عشان نسهل على الطلاب إيه إلا هو عمليات حساب الطاقة. لو جينا نرسم نشوف إلا هو الملخص والمراحل وكمية الطاقة في كل مرحلة. هذه المرحلة بعدين هذه اي تي بي مباشر، اي تي بي غير مباشر، اي تي بي الكلي. نشوف الان المرحله الاولى اللي هي التحلل الجلايكولي. نشوف مع بعض التحلل الجلايكولي قديش عندي انا اي تي بي. عندي 2 اي تي بي مباشر، لو شفنا المرحله الاولى عندي 2 اي تي بي مباشر وعندي 2 ناد اتش، فالاي تي بي المباشر 2. طب عندي 2 ناد اتش، طب الناد اتش يعني المقصود بالاي تي بي غير المباشر اللي هو الاي تي بي اللي بينتج من وين؟ من سلسله نقل الالكترون. يعني الناد اتش لما يروح على سلسله نقل الالكترون قديش بيعطيني اي تي بي؟ ف2 ناد اتش ضرب 3، 2 في 3 6، اذا التوتال الكلي اللي هو 8. نيجي على المرحله الثانيه، تحول البايروفيت إلى أستيل مرافق الإنزيم ألف. طبعاً اي تي بي مباشر صفر، فيش اي تي بي مباشر، ما نتجش عندي ولا حاجة اي تي بي مباشر. طيب نتج عندي 2 ناد اتش 2 ضرب 3 يساوي 6، فالتوتال 6. نيجي على المرحلة الثالثة الأخيرة، هي حلقة كريبس. من حلقة كريبس لجزيئة الجلوكوز نتج 2 اي تي بي. نشوف قديش الغير مباشر، نتج عندي 6 ناد اتش ضرب 3 يساوي 18، ونتج عندي 2 فاد اتش 2 ضرب 2 يساوي 4، فبيصير معي التوتال 22، فالمجموع اللي هو 24. نعد اذا طلع معنا 38 برضه بكون حالنا صح، 24 و6 30 و8 38، فمعناته احنا اللي هو في السليم ان شاء الله. سنستكمل ان شاء الله ولكن بعد فاصل قصير وماده الاحياء مع الاستاذ الفاضل ابراهيم دعيج، ابقوا معنا.
برعاية جامعة فلسطين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا متابعينا عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية وموقعنا الإلكتروني أمواج سبورت دوت بي أس في حلقة جديدة من برنامج أنا توجيهي ومادة الأحياء مع الأستاذ الفاضل إبراهيم إدعيج. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى. حياك الله يا أستاذ. يعني أكيد هذه مواد جميلة جدا ومعادلة يعني كبيرة، ولكن كيف تأكدت من الحل منها؟ كيف الخطوات يعملها؟ كيف يختار هذه الخريطة؟ على بركة الله إن شاء الله نستكمل وياك بإذن الله. يعني إحنا الآن نشوف كيف الأسئلة اللي ممكن نتعرض لها على اللوائح. أكيد تتعرضوا لكثير من الاشتقاقات، يعني في مواقف جميلة بكون معكم في هذه الأمور. يعني إحنا ذكرنا إنه في مواقف، يعني في العام 2013 ورد سؤال اللي هو كيف يتم تحويل البيروفيت الى أستيتيل مرافق الانزيمالف. طبعا الطالب بيعرف انه كان ينتقل البيروفيت من السيتوسول الى حشوه الميتوكوندريا ويفقد اللي هو جزيء سي او 2 ويرتبط مع مرافق الانزيم الف ليتكون أستيتيل مرافق الانزيمالف. طبعا هذا اللي كان يكتب المعادله صح، واللي كان اللي هو ايش اللي كان يصيغها بالكلام برضه صح. فيعني انا حكينا انه علميا ولكن تعرضنا لموقف انه طالب من الطلاب كتب لنا اجابه انه يتم تحويل، يعني وردت اللي هي السؤال فكان اجابته انه يتم تحويل البيروفيت الى أستيتيل مرافق الانزيم الف، كتب لنا باراده الله. باراده الله. طب كل شيء باراده الله صحيح. لكن كيف تعاملتم معه هنا؟ خطا مباشر. طبعا خطا يعني باراده الله. كل شيء براده، هذا يكتب لنا الامتحان كله باراده الله وسلك. جميل جدا. انا الطالب بيريحنا في التصليح. بقول لك المخرج سؤال صعب كمان عليه. حياك الله. نستكمل استاذ ابراهيم. باذن الله. نيجي على اسئله بسيطه وندمج اللي هو كل شيء براده الله صحيح. طيب لو جينا قلنا في حلقة، طبعا خلينا نقول في حلقة كريبس نتج مثلا 32 جزيء سي او 2، احسب واحد عدد جزيئات عدد جزيئات الجلوكوز المستخدمة من بداية العملية، اثنين عدد جزيئات ATP المباشرة وغير المباشرة الناتجة من حلقة الهوكريبس في هذه العملية. طب نشوف الآن عدد جزيئات الجلوكوز المستخدمة من بداية العملية. حقيقة هنا يعني أنا بدي أكون برضو اللي هو عارف إيش نواتج حلقة كريبس. فأنا بعرف إنه لكل جزيء جلوكوز بينتج عندي من حلقة كريبس 4 سي أو 2 على شكل معادلة بسيطة. طيب قديش جلوكوز لما ينتج عندي 32 سي أو 2؟ فبقول اللي هو الجلوكوز سين يساوي 32 على 4 ويساوي اللي هو 8. نعم. إذن 32 على 4 عدد اللي هو الجلوكوز المستخدم من بداية العملية اللي هو إيش؟ 8. طب نيجي على عدد جزيئات ATP المباشرة وغير المباشرة الناتجة من حلقة كريبس في هذه العملية. فنشوف الآن إيش السؤال. بقول عدد ATP المباشر يساوي، طب انا بعرف من المخطط اني عندي مباشره ATP مباشر بينتج من حلقه كريبس لجزيء الجلوكوز 2، طب ل 8 جلوكوز، فبقول عدد ATP المباشر يساوي 8 ضرب 2 ويساوي 16. نعم. طيب باجي بقول عدد ATP غير المباشر اللي هو يعني بينتج من سلسلة نقل الإلكترون فيساوي، ها طب أنا عندي ATP غير مباشر بينتج من حلقة كريبس، عرفنا أنه بينتج عندي اللي هو 22. فبالتالي بضرب 22 ضرب 8. تمام. 22 ضرب 8 اللي هو قداش بيطلع معنا؟ أعتقد 176. تمام. إذن هذا بالنسبة لا ATP المباشر و ATP غير المباشر. هذه الأسئلة اللي بنتطرق لها الآن في حلقة اللي هو إيش كريبس. بس نكتب سؤال ندمج فيه كريبس وكالفن مع بعض ونشوف كيف اللي هو الحسابات بتمشي معنا.
لو اجينا على سؤال في عملية تنفس خلوي نتج من حرق الجلوكوز 60 جزيء CO2 60 جزيء CO2. السؤال بيقول احسب عدد اللي هو الجلوكوز المستخدم في العملية، 2 عدد ATP غير المباشر الناتج من حلقة كريبس. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني إذا دخل نصف عدد CO2 الناتج في حلقة كالفن، احسب 1 عدد جزيئات G3B الناتجة بصورة نهائية، 2 عدد جزيئات رايبولوز ثنائي الفوسفات التي تم إعادة تصنيعها. نعم. إذن سؤال مركب، عملية تنفس خلوي نتج من حرق الجلوكوز 60 جزيء CO2، احسب عدد الجلوكوز المستخدم، عدد ATP غير المباشر الناتج من حلقة كريبس. نيجي أول شيء نحل على التنفس الخلوي وبعدين بننتقل وبنرجع لحلقة كالفن. نعم. بقول طب أنا عندي كل ها من معادلة التنفس الخلوي العام، لازم أعرف أنه المعادلة بتقول C6 H12O6 زائد 6 أكسجين اللي هو بينتج عندي 6 CO2 زائد 6 H2O زائد 38 جزيء ATP. هذه المعادلة لازم نكون عارفينها. طبعا لازم الطالب يكون حافظ معادلة ماير ومعادلة التنفس الخلوي. فنيجي بقول طب أنا عندي لكل جزيء جلوكوز من حرقه بينتج 6 CO2، طب من 60 اللي هو جزيء CO2 ناتج قديش بكون حرق جزيئات جلوكوز؟ فبضرب المعادلة كلها في 10 أكيد، عشان أحول الستة لستين برضو بالمعادلة كلها في 10، فبصير عندي اللي هو عدد الجلوكوز المستخدم يساوي 10. ليش؟ طبعا بتقدر تحسبها بنظير المعادلة، بتقول انه 1 جلوكوز اللي هو 6 CO2. طيب قديش جلوكوز لما اللي هو ينتج 60 CO2؟ 60 على 6 يساوي 10. عدد ATP غير المباشر الناتج من حلقة كريبس في هذه العملية، طب لكل جزيء جلوكوز بنتج بصورة غير مباشرة اللي هو قديش عندي؟ 22 ATP. طيب لعشرة جلوكوز اللي هو سين، إذن ATP غير مباشر يساوي اللي هو 10 ضرب 22 ويساوي 220. إذن هذا بالنسبة ل اللي هو السؤال. طب قال إذا دخل نصف عدد CO2 الناتج من حلقة كالفن في حلقة كالفن، طب قديش نص العدد؟ 30 CO2. طيب قديش عدد G3B الناتج؟ أنا بقول لما 1 G3B اللي بيستهلك 3 CO2، طب لما يتم استهلاك 30 CO2 قديش G3B؟ اللي هو طبعا 30 على 3 ويساوي 10 G3B. طيب عدد جزيئات رايبولوز التي تم إعادة تصنيعها، طب أنا عارف من 1 G3B بتم إعادة تصنيع 3 جزيئات رايبولوز ثنائي الفوسفات، طب من 10 G3B سين، إذن سين تساوي 10 ضرب 3 ويساوي 30. إذن هذا بالنسبة اللي هو حسابات التنفس الخلوي. على المعادلتين وعلى له المخططين بنقدر نحل أي سؤال. جميل. إن شاء الله ننتقل الآن على الجزء الفصل الثاني من الجيل للبروتين عشان نكون غطينا اللي هي الوحدة الثانية.
نيجي الآن على اللي هو الوحدة الثانية، طبعا الفصل الثاني من الوحدة الثانية اللي هو من الجين إلى البروتين. نشوف مع بعض طبعا أول إشي تركيب اللي هو إيش الخلية. تركيب الخلية، الخلية الحية تتكون من في الإنسان من غشاء خلوي، هان سيتوبلازم، وفي عندي نواة. هذه إيش مكونات الخلية. لو أجينا على اللي هو اللي بهمنا حقيقة هنا هي النواة. النواة محاطة بغلاف نووي، في عندي نوية، وفي في داخلها كروموسومات بتحتوي على مادة الوراثة. طب لو جينا كبرنا الكروموسوم وشفنا الكروموسوم، الكروموسوم في رابط بروتيني في منتصفه اسمه سنترومير طبعا، وهنا في مادة الوراثة دي ان اي. طبعا هذا اللي هو مقدمة للي احنا بدنا ندرسه اللي هو ايش تركيب الدي ان اي. لو جينا على الدي ان اي، الدي ان اي هو عبارة عن شريط مزدوج ملتف مكون من سلسلتين. إذن هذا إيش؟ DNA. DNA الموجود داخل الكروموسومات عبارة عن شريط مزدوج ملتف مكون من سلسلتين ملتفتين مع بعض بشكل حلزوني. طيب كل سلسلة بتتكون من وحدات بنائية. لو أخذنا كل سلسلة من DNA، طبعا تتكون كل سلسلة من وحدات بنائية تسمى النيوكلوتايد، أو بسميها النيوكلوتيدات. إذا كل سلسلة تتكون من وحدات بنائية تسمى النيوكلوتيدات. السلسلة هذه تتكون من النيوكلوتيدات، والسلسلة الثانية بتتكون من النيوكلوتيدات. لو شفنا مع بعض تركيب النيوكلوتيدة، النيوكلوتيدة بتكون الدي ان اي من ايش بتتكون؟ اول حاجه عندي قاعده نيتروجينيه، فيه اربع انواع. عندي ادينين، ثيامين، سيتوسين، وجوانين. في شريط الدي ان اي المزدوج الاي بيقابله تي، والسي بثلاث روابط بقابلو جي. إذن في شريط الدي ان اي بدي اعرف اذا كان في هذا النيوكلوتيد فيها اي حيقابلها واحده فيها تي، اذا هذه فيها سي حيقابلها واحده بثلاث روابط فيها اللي هو جوانين. اذا هذا بالنسبه للدي ان اي. في عند الحاجه الثانيه يعني هذه مش مهمه، سكر خماسي منقوص الاكسجين، وثلاثه مجموعه فوسفات برمز لها بالرمز بي. إذا لو جينا على النيوكلوتيدة، الوحدة البنائية في الدي ان اي بتتكون من قاعدة نيتروجينية متحدة مع سكر خماسي مع مجموعة فوسفات، هذه بسميها النيوكلوتيدة. طيب نكمل الآن عدد الشغلات اللي احنا بدنا اياها ونبدأ في تعريف الجين من هنا. إذا نعيد بشكل سريع، خلية غشاء خلوي سيتوبلازم ونواة. النواة اللي هي فيها موجود في داخلها كروموسومات تحتوي على مادة الوراثة دي ان اي. لو جينا على الدي ان اي هو عبارة عن شريط مزدوج ملتف مكون من طبعا تتابع من النيوكلوتيدات. في عندي النيوكلوتيد الوحدة اللي هي الوحدة البنائية في الدي ان اي تتكون من قاعدة نيتروجينية، وهي واحدة من اربع انواع، يا ادينين يا ثيامين يا سيتوسين يا جوانين. واتفقنا في شريط الدي ان اي، هذا اللي بهمني، الباقي ما بهمنيش، انه في شريط الدي ان اي المزدوج الادينين بيقابلها طبعا ثيامين برابطه مزدوجه، السيتوسين بيقابلها اجوانين بثلاث روابط، طبعا مجموعه فوسفات وسكر خماسي. هذا ايش؟ هذا الموجود. الان نعرف مع بعض تعريف الجين وكيف الجين بيؤدي وظيفته. لو جينا الان على اللي هو الدي ان اي، كل تتابع معين من النيوكلوتيدات على احد سلسلتي دي ان اي اسمه جين.
يعني باجي عدد معين من 500 5000 أكثر على أحد السلسلتين يسمى جين. فإذا الجين مقاطع من دي أن إيه يمثل تتابع معين من النيوكليوتيدات على سلسلة دي أن إيه مسؤول عن ربط عدد معين من الحموض الأمينية لإنتاج سلسلة عديد البيبتيد. إذن هذا إيش تعريف اللي هو الجين، تتابع معين من النيوكليوتيدات على سلسلة دي ان ايه مسؤول عن ربط عدد معين من الحموض الأمينية لإنتاج سلسلة عديد البيبتيد. تعريفات مهمة بشكل عام. طبعا أكيد، يعني هذا ما هو بيعتمد عليه، بيعتمد عليه طبعا اللي هو إيش بدنا نشتغل فيما بعد. نيجي نشوف الآن كيف الجين بيعبر عن اللي هو وظيفته، كيف الجين بيعبر عن نفسه. الخلية، وهذا طبعا زي ما قلنا برضو هنيجي ننسخ الآن في عملية النسخ. طبعا الإنسان لما يتغذى بيحصل على مركبات غذائية، طبعا كربوهيدرات وبروتين ودهون. فالمعدة والأمعاء بتهضم الغذاء. لما المعدة والأمعاء تهضم الغذاء طبعا إيش بنتج عندي في هذه الحالة؟ بنتج عندي حموض أمينية، بنتج عندي سكر جلوكوز وجليسرول وحموض دهنية. المواد الغذائية المهضومة بيتم إلا هو نقلها من الأمعاء عبر الدم للخلايا. فبتيجي احنا بهمنا هان طبعا اللي هي الحموض الأمينية. الحموض الأمينية في المسؤول عن بناء البروتين عضيات اسمها الرايبوسومات. الرايبوسومات هي اللي بتجمع الحموض الأمينية هذا وبتربطها وبتبني منها البروتين اللي بدنا اياه. لكن طبعا ما بتبني على كيفها، ما بتجمع، عشان عندي حوالي 20 نوع من الحموض الأمينية حنتطرق لهم فيما بعد طبعا. فبدها ايش؟ بدها وصفة تمشي عليها. ها يعني مثلا لو جبنا للاستاذ ماهر مثلا وصف الطبخة مثلا معينة، وجبنا له مثلا كل المواد في المطبخ، ها وقلنا له يا استاذ ماهر مثلا اطبخ لنا اياها، وانت ما بتعرف الا هو طريقة الوصفة، عندك موجود المواد، لكن هل بتقدر تجهز الطبخة بدون ما يكون عندك وصفة تمشي عليها؟ لا. طبعا لا. والرايبوسومات نفس المبدأ، هو طبعا تخترع، ما تخاف تخرب الدنيا. طيب فبالتالي الموجود عندنا أن الرايبوسومات بدها وصفة تمشي عليها لبناء البروتين. هذه الوصفة بتاخذها من وين؟ من الجين. كل بروتين، ها كل بروتين مسؤول عن بناء جين. فبترسل الخلية أو رسالة للنواة وبتقولها يا نواة مثلا أنا بدي هرمون الأنسولين أو هرمون النمو، تمام؟ فطبعا الهرمون أو جين هرمون النمو موجود على وين؟ على الدي أن إيه. بآلية بناخذها كمان شوية، انه بيتم تحديد الجين البناء المسؤول عن بناء البروتين المعين. نعم. في عندي انزيم بالمرة ترانية بيحدد، هذا بناخذها نتطرق لها فيما بعد، بس ناخذ الإطار العام. الآن حددنا الجين، قلنا بآلية معينة بنحدد الجين المطلوب مثلا هرمون النمو وهرمون الأنسولين إلى آخره. طيب أستاذ إبراهيم، يعني بشكل دقيق مدرس مادة الأحياء، الآن نتكلم وكثير الناس بتسمع دي أن إيه، يعني بدنا هيك شكل سريع للمعرفة. دي ان ايه احنا قلنا هو اختصار بالانجليزي لكلمات للعمية الناس الان. بالضبط، اختصار لانه بسمعوها كثير. بالضبط، هو يعني دي ان ايه ما جاش هيك على هباء، يعني هو اختصار لديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، الحمض الريبوز النووي منقوص الاكسجين. تمام. فهذا الحمض النووي الريبوزي منقوص الاكسجين موجود داخل النواة، وهو اللي بيحمل الجينات اللي بتنقل الصفات الوراثية من الاباء للابناء. نعم. واللي ايش مسؤول عن تنظيم العمليات الحيوية في الخلية. بالضبط. تمام. طيب طبعا الدي ان ايه بنتقل من الاباء لمين؟ للابناء. فعشان هيك بنقدر نحدد علاقه مثلا اشخاص معين بحدث معين، هذا برضه ان شاء الله بالعلم في الحلقه القادمه. جميل. في الوراثه حنتطرق له. المهم هاي عند الجين تي مثلا ايه سي جي سي، طبعا هذه افتراضيه من عندي. طبعا هاي جين، هذا دي ان ايه. لو قلت الآن أنا كمل سلسلة دي أن إيه الثانية، طبعا إحنا خذنا القاعدة أنه الأي بقبلها تي والسي بقبلها جي. فلو أنا طلبت منك بتقول التي أي الأي تي وهذا جي وبنكمل،
طبعا انا هذا مش مهم، انا بدي الان هاي الجين، واضح؟ طب الان الدي ان اي ما بيقدر يغادر النواه، بيقدرش يغادر النواه، فبدي يرسل مندوب عنه للرايبوسومات يحمل المعلومات الخاصه بصنع البروتين ويقول تفضل يا رايبوسوم صنع لنا البروتين. نعم. هذه المندوب بيكون على شكل شريط مفرد اسمه ام ار ان اي مسنجر ار ان اي. فاذا هاي عندي ام ار ان اي. بدي اعرف الان قاعده النسخ اللي بدنا نمشي عليها على اساس انه نحل اللي هو الاسئله النسخ اللي بدنا نكتبها. نعم. طب انا عندي عارف انه في ال دي ان اي الاي بقبلها تي والسي بثلاث روابط بقبلها جي. نعم. طيب في عندي دي ان اي الان بدي ينسخ ام ار ان اي. نعم. نشوف ايش القواعد وايش قاعده النسخ. طبعا التي بقبلها اي، الاي اصولي قبلها تي، ولكن الثيامين ما بيطلع من وين؟ ما بيطلعش من الا هو النواه. طبعا الام ار ان اي بده يخرج من الغلاف النووي. نعم. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى استبدلها بقاعدة أقل قطبية تي، استبدلها بقاعدة اسمها يوراسيل. إذن الأدينين في الدي ان اي بيقابلوا يوراسيل، السيتوسين بيقابلوا جوانين، والجوانين بيقابلوا إيش؟ سيتوسين. فإذن هذه قاعدة النسخ اللي بدمشي عليها، بيظل عندي بس التي ار ان اي بنجي له الآن بعد ما نخلص. نعم. طب بنجي نسخ ام ار ان اي، ها تي بقابلها اي، يو جي سي جي يو جي سي جي يو اي جي. تمام. نعم. مثلا هاي ايش الام ار ان اي اللي نسخته الان انا من اللي هو الدي ان اي. لو شفنا الان ايش بصير معانا. نعم. طبعا هاي عند الرايبوسوم بيخرج الام ار ان اي منه وبيجي يرتبط مع الرايبوسوم. ها فلو انتقلنا على الرسمه فوق بس نشوف. نعم. إذا أنا عندي اللي هو الـ mRNA، خرج الـ mRNA بعد ما تم نسخه ومعالجته بيخرج من النواة وبيجي بيرتبط مع مين؟ مع الرايبوسومات. الآن بيعمل كقالب لصنع البروتين. نشوف الآن هاي افترض معي الرايبوسوم طبعا وإيش؟ وهي عندي اللي هو الـ mRNA خرج وارتبط معه. نعم. إذا الـ mRNA خرج وارتبط، هذا mRNA. نفترض مثلا هاي AUG CCG جي يو سي يو سي سي يو مثلا اي جي. نعم. تمام. اذا هاي ام ار ان اي ارتبط مع مين؟ مع الرايبوسوم. طيب هاي الرايبوسوم زي ما افترضنا ايه، وهي الام ار ان اي. الان الحموض الامينيه بدها تيجي وين؟ بدها تيجي في الرايبوسوم ترتبط، لكن الحموض الامينيه ما بتيجي بشكل عشوائي، انما بتيجي بناء على الوصفه اللي بيحملها ام ار ان اي. نعم. ها زي ما تحدثنا مثلا الطبخه، بتقدرش انت مثلا تحط عشوائي الا بناء على الخطوات عشان تزبط معك. وهن نفس القصه في عند ربنا سبحانه وتعالى، خلق في الطبيعه 20 نوع من الحموض الامينيه. كل حمض امين من حد ما يدخل الى داخل الخليه بيرتبط بقطعه من الار ان اي، من الار ان اي قطعه صغيره اسمها تي ار ان اي، ترانسفير ار ان اي. التي ار ان اي بيحمل ثلاث قواعد، ثلاث نيوكليوتيدات. ليش بيحمل ثلاث نيوكليوتيدات؟ على اساس انه يكفي للحموض الامينيه العشرين انها تترجم. فنشوف الان التي ار ان اي متمم للام ار ان اي، الاي بقبلها يو، اليو بقبلها اي، الجي بقبلها سي، والسي بقبلها جي. نعم. متمم لمين؟ الام ار ان اي، التي ار ان اي متمم للام ار ان اي، والام ار ان اي متمم للتي ار ان اي. نعم. طيب نشوف الان حيجي هنا حمض امين يرتبط طبعا محمول ب تي ار ان اي، عندي اي يو جي. طب ايش بدي قابلها في التي ار ان اي؟ حيقابلها يو اي سي. طيب ها عندي سي سي جي، طبعا حتي ار ان اي حيكون جي جي سي. نعم. وبتتكون على طول رابطه بابتدائيه بين الحمضين الامينين الموجودات. ها جي يو سي سي اي جي، وهي رابطه بابتدائيه. عندي اي جي جي، وهي رابطة بابتدائية. الآن أنا بنيت اللي هو إيش؟ البروتين المطلوب طبعا بناء على الرسالة اللي بعثها الجين. فإذا عملية بناء البروتين لا تكون بصورة عشوائية. آخر بس تعريفات صغيرة بدنا نعرفها، إنه
كل ثلاث نيوكليوتيدات موجودة على mRNA تسمى كودون. كل ثلاث نيوكليوتيدات موجودة على mRNA تسمى كودون. كل ثلاث نيوكليوتيدات متممة على tRNA تسمى كودون مضاد. إذا لو طلب منا تعريف الكودون بقول الكودون عبارة عن ثلاث نيوكليوتيدات أو تتابع من ثلاث نيوكليوتيدات محددة على mRNA يشفر حمض أمينو معين. الكودون المضاد ثلاث نيوكليوتيدات متممة على جزيئات tRNA الموجودة. نعم جميل. نيجي بس على الجدول بعد إذنك. تفضل. موجود معنا جدول الشفرة الوراثية بس عشان نشوف ايش الكلام. جدول الصورة الثانية. الصورة اللي هون. نعم. ثالثة. طبعا هان بنينا البروتين. تتابع النيوكليوتيدات على الام ار ان اي. تتابع النيوكليوتيدات على الام ار ان اي. نعم. بسميه ايش؟ بسميه اطار القراءة. نعم. نلاحظ شغلة صغيرة طبعا اذا كان موجود انه كل mRNA عبال ما تتهيأ الرسمة انه كل mRNA بيبدأ بكودون اسمه AUG. نعم. هذا بيشفر حمض أميني اسمه ميثيونين. عشان هيك بسميه كودون البدء. ها اذا AUG بيشفر الحمض الأميني ميثيونين وهذا لازم يكون الطالب عارفه. كل mRNA بينتهي بواحد من كودونات الإيقاف UAA UAG UGA وهذا طبعا لا يشفر إلا هو بإيش؟ بأي حمض أميني ما فيش له tRNA متمم كودون. نعم. اللقاء نشوف الجدول الآن. ياريت نكبره كمان إذا في مجال. نكبره إذا كان في مجال شوية. صورة كاملة أستاذ كرام. إذا يا ماشي. نعم تفضل. ماشي الحال. هذا الشفرة الوراثية في جزيء mRNA. فلو أجينا الآن على باللون الأخضر طبعا AUG وهذا هو كودون البدء اللي بيشفر الحمض الأميني ميثيونين. فإذا عملية بناء البروتين تبدأ دائما بالحمض الأميني ميثيونين. ممتاز جدا. نلاحظ أنه كل mRNA بينتهي بكودون. نعم. اسمه كودون الإيقاف باللون الأحمر الغامق هذا طبعا اللي هي UAA UAG UGA. الحاجة الأخيرة أنه كل الحموض الأمينية تشفر بأكثر من ثلاثية ما عدا حمضين أمينيين ميثيونين وتريبتوفان. نلاحظ انه الكودون ملاحظه صغيره بس على الجدول. نعم. انه كل حمض امين يشفر طبعا او الكودون يشفر الحمض الامين يمكن ان يشفر باكثر من كودون لكن الكودون يشفر حمض امين واحد فقط يعني يو سي يو بيشفر الحمض الامين السيرين ولكن الحمض الامين السيرين يشفر باكثر من ثلاثيه واكثر من كودون. كمان مره مش مشكله كمان مره انه بقول الكودون يشفر حمض اميني واحد فقط ولكن الحمض الأميني يمكن أن يشفر بأكثر من كودون. كل الحموض الأمينية تشفر بأكثر من كودون ما عدا حمضين أمينيين اللي هو الميثيونين وفي الحمض تحت كودون الإيقاف اسمه تريبتوفان. إذن هذا بالنسبة لهذا الجدول اللي بيهمنا فيه. نعم. ناخذ سؤال نسخ تتبقى من خمس الوقت. دقائق بالكثير يعني بس ناخذ سؤال كيف نوريهم كيف النسخ وننهي بإذن الله. نعم. طيب نيجي على سؤال اللي هو آلية كيف بننسخ انه نجيب لسلسلتين مثلا دي ان اي وحط لنا هان تي اي سي سي اي جي 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 سي تمام. نعم. تقولنا ها اكمل الشفرات الناقصة. نعم. اثنين طبعا ممكن يقول لنا مبينا أنواع الروابط اثنين سلسلة mRNA التي تم نسخها من سلسلة DNA. نعم. رقم واحد ثلاثة تتابع النيوكليوتيدات على جزيئات تي ار ان اي. طيب نشوف الان اكمل الشفرات الناقصه مبينا انواع الروابط. باجي على الدي ان اي بقول عندي تي اي سي انا عارف الدي ان اي التي بقبلها اي الاي بقبلها تي والسي بقبلها جي رابطين رابطين وثلاث روابط. نكمل عندي سي اي جي حي قبلها جي ثلاث روابط
تي وثلاث روابط سي. عندها الجي بقبلها سي ثلاث روابط، سي بثلاث روابط، جي بثلاث روابط. إذن هذا بالنسبة له اللي هو الجزئية الأولى من السؤال، إنه عملية إكمال الشفرات الناقصة. سلسلة أمرين التي تم نسخها من سلسلة دي أنا رقم واحد. الطلاب معظمهم بيقعوا في خطأ إنه بقول هاي سلسلة رقم واحد اللي فوق وسلسلة رقم اثنين هي التحت. وهذا خطأ كثير بيقعوا فيه الطلاب. فبقول باجي الدي إن إيه ملتف بشكل حلزوني، فعند هاي السلسلة باجي بمشي مع سلسلة رقم واحد وين الرقم وبمشي معاها، فأنا غمقت الآن سلسلة رقم واحد باجي بنسخ منها بحط عندي تي اي جي. طب ايش بدي قبلها؟ بدي قبلها يو اي سي. اذا اي تي جي بدي قبلها في الام ار ان اي اللي هو ايش؟ يو اي سي. نرجع نطلع فوق الان عندي سي اي جي بدي قبلها في الام ار ان اي جي يو سي. نرجع ننزل تحت سي سي جي حقبلها جي جي سي. نشوف الآن في التي ار ان اي عندك يو اي سي حقبلها اي يو جي. طبعا احنا بنعملها على شكل جزيئات التي ار ان اي، ولكن لو قلنا اللي هو سلسلة مش مشكلة. بعدين هان سي اي جي بعدين سي سي جي. اذا هذا التتابع. طبعا انا بوظف في هذه الحالة اللي هو ايش؟ الجدول اللي احنا استخدمنا. هذا طبيعة الاسئلة اللي بتيجي على قاعدة النسخ. في طبعا انماط اخرى من الاسئلة. ما بعرف شو ظل معنا وقت ناخذ نمط. بشكل سريع ممكن يكون. بشكل سريع دقيقة. تفضل. ناخذ بس النمط الاخير من الاسئلة. نشوف مع بعض الان بيعطينا لديك ثلاث سلاسل من الحموض النووية. أي سين صاد عين. ونقول مثلا هاي هنا اي 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 A A A G C U A C G وبرقم لنا 1 2 3 4 5. بقولنا السؤال أيهما يمثل DNA و mRNA و tRNA. أكمل الشفرات ناقصة. أيهما يمثل كودونات وأيها كودونات مضادة. تمام. باجي بقول طب أنا عندي دائما لما يعطيني قاعدتين قبل بعض بعتبر هذه هي مفتاح الحل. فأي أي أي وأي أي أي. طب أطلع أنا في عندي سي جي سي يو. طب فيش عندي تي. لو كان عندي تي بحدد الدي أن أي على طول. طيب بدي أوظف الآن اللي هو المخطط اللي احنا عارفينه في حل السؤال. باجي بقول مين القواعد المتماثلة في اي سلسلتين بلاقي الثنتين زي بعض اللي هي في الدي ان اي والتي ار ان اي. فاذا واحد منها حيكون دي ان اي واحد تي ار ان اي. طب باجي بقول هذه فيها يو. اليو مش موجود في الدي ان اي. اليو موجود في التي ار ان اي. فباجي بقول هذه اذا تي ار ان اي هذه دي ان اي. ظلت عندي هذه اللي هي الام ار ان اي. باجي بقول طبعا انا عندي دي ان اي في الام ار ان اي حقبلها الاي اي حقبلها يو يو. باجي على التي ار ان اي عندي جي سي يو حقبلها اول شيء في الام ار ان اي سي جي اي. السي جي اي حقبلها في الدي ان اي اللي هو جي سي تي. تمام. نيجي هان عندي في الام ار ان اي اي سي جي. بنقول في الدي ان اي حقبلها تي جي سي وحيقبلها في التي ار ان اي يو جي سي. طيب ايهما يمثل كودونات وايهما كودونات مضاده؟ بنقول الكودونات موجوده على الام
RNA وبعددها طبعا بذكرها. الكودونات المضادة موجودة على الـ tRNA طبعا، وما بكتفي بهذا الذكر بعددها، بقول الكودونات اللي هي ACG UUU CGA، الكودونات المضادة UGC AAA GCU. جميل جدا. إذا يعني هذا طبعا هيك يعني جميلة وطويلة وفيها علامات طبعا أكيد علامات. يعني هي حاجة 25 علامة تقريبا اللي هي على هذه الوحدة. طبعا احنا يعني أجملنا اللي هو بشكل عام الإطار العام المطلوب. نعم. ولكن يبقى على الطالب أنه طبعا يكمل اللي هو الوحدة بالجزئيات والتفاصيل الموجودة فيها. إن شاء الله بكرة حنكمل إيش الوراثة بإذن الله، وحنتطرق للوحدة الرابعة إن شاء الله. على بركة الله. طلابنا الأعزاء، إلى هنا ننهي وإياكم برنامجنا لهذا اليوم من برنامج أنا توجيهي عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية. لسعني إلا أن أشكر باسمكم جميعا الأستاذ الفاضل إبراهيم دعيج، أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا لزيارتك مؤسسة أمواج. وطبعا الوقت سريع ولكن بإيجاز واختصار كان شيء جميل ومميز إن شاء الله. شكرا لحضوركم. إلى هنا أعزائي المستمعين ومتابعي قناة أمواج الرياضية، ننهي وإياكم برنامج أنا توجيهي على أمل أن ألقاكم إن شاء الله أنا بكرة الأستاذ إبراهيم الساعة 4 العصر. لا تذهبوا بعيدا وتابعوا باقات برامج أمواج الرياضية. برعاية جامعة فلسطين.